رايح الفين. طب زي بعضه اكمل كلام اللي كمل بكتبه مع حضرتك. كلمه ان احنا في دويلات، وهدي مثال صغير كده. اتفضل. يعني انا بحيي سياده اللواء ابراهيم بيه ابو ليبوده محافظ المنوفيه، وعلى فكره هو من محافظه الغربيه، من بسيون، من ميت شريف بسيون. ما هو لازم اجيب، لازم بحييه والله، نفسي اشوفه عشان ابوسه. لانه عشان ينزل يروح ماتش كوره وتمرين والله ويعمل الكلام ده، هي دي مصر. لكن للاسف مع كل الاحترام لسياده الدكتوره محافظ دمياط، بقى لك 5 سنين في محافظه دمياط، والله ما تعرف مكان نادي الزرقاء فين. بس براحه شويه، لانها من طنطا، من عندنا. والله ما تعرف مكان يعني نادي الزرقاء. المحافظين بتوع عندنا حبيبي على دماغنا، على دماغنا. محافظ ما تعرفش نادي الزرقاء فين. طب انا ذنبي ايه؟ وللاسف فخامه الرئيس قال ان الرياضه قضيه امن قوم، محافظة على الشباب. الله يكرمك. ده يعني شوف القائد. انا جاي قالها، جاي لحضرتك مرارا وتكرارا فخامه الرئيس قال. طب خدني كمان 5 سنين وما تعرفش المكان. فوجئت انا من ايام لاغراض عندي 21 موظف يا دكتور، اللي ماسك مالي واللي ماسك اداري واللي ماسك فني واللي ماسك امن بقرار تعسفي. ال21 موظف لازم يجوا المديريه. ليه؟ لان في عجز صارخ في المديريه. يا جماعه فين العجز الصارخ؟ بعدها ب10 ايام يا دكتور فوجئت بقرار تاني يرجعوا ويدفعوا اللي كلفوه طول الفتره دي. ضربت الفتره دي طلع عليا 50 مليون جنيه مديونيات عليا عشان الموظفين اللي عندي. هو انت ده الوزاره اللي بتعمل لي الانشاءات، الوزاره اللي بتديني اعانه. يعني طالبين منك انت تسدد 50 مليون جنيه لموظفين. خطا. كل اللي عملته ايه؟ بعت لها رساله قلت لها انا نائب ويعني انا رئيس نادي ما فيش سلطه عليا، لكن انا بطلب وبناء على طلبي اتحول للتحقيق عشان اطلع لكم حاجات كتير. حاجات كتير في المديريه هتشوفوه، حاجات هيبقى فيها بطل. ولا حياه البنت نادي. فيعني والله ما كنت عايز اتكلم، لكن دكتور منال من الشخصيات اللي يعني ما يعني على دماغي، ولكن احنا حناشد دكتور منال كل احترام. اكيد اكيد من الشخصيات الجميله وطول فتره النيابه بتاعتي علاقه طيبه، وعند رئيس الوزراء اتكلمت في حقها كلام كويس، كل حاجه مظبوطه مني لها. لكن انا بتكلم دلوقتي في شق رياضي، شق النهارده حزين غلبان. يعني ايه؟ من جهه ما فيش جمهور، والنهارده اتفاجئ بجماهير خلت للكره طعم تاني جدا. ده اللي عامله طعم تاني. تفتكر ماتش الترجي والاهلي؟ والله احنا قاعدين الاهلي كسب 3 وقاعدين بنتفرج على محزنه. مش بنتفرج على الترجي اللي كان بيقعد رعبنا طول الماتش. ليه؟ عشان ما فيش جماهير. فيعني انا بنادي من مكانك الجميل ده، يعني نبقى زي بعض، زي ما ده بيتعامل، وبقى في سياسه واحده. سياده اللواء ما ينزل الملعب ويحضر التمرين زي ما حضرتك بتقول احضر، يبقى كان من الواجب ان الدكتوره تبعت سياده السكرتير العام يتفقد النادي ويشوف مشاكله ويشوف فيه ايه. وحتى ما نقولش مشاكل، انا بقول فيه حاجه خطا حقه معانا فيه. يعني مش عايز اطول في الموضوع ده، وطبعا نسيت اعزي سياده النائب محمد ابو جنين كل يعني التحيه له، وعزا كبير له، ويعني اخوه وزميلنا وصديقنا واخونا الدكتور مسعد. وفجئت دلوقتي باخو حاج رمضان. حاج رمضان اخونا برضه وحبيبنا، بنعزيهم وان شاء الله تكون اخر الاحزان ان شاء الله يا رب. اكمل لحضرتك.